أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا حضراتكم بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي آلان كارديك. النهاردة لقائنا مع الأستاذ محمد عبده، مترجم كتب نيل دونالد والش. فنرحب به أو في الأول وبعد، اهلا وسهلا استاذ محمد، مرحبا بيك. والنهارده احنا عندنا موضوع مهم جدا من كتاب الموت واسراره الرائعه، وهيتكلم عن الاشخاص اللي بيحاول بينهي حياته قبل ميعادها بمزاجه. يعني فنيل دونالد والش هيسال الاله عن الانتحار، عشان بس ما يوقعش نصر البيت بتاعنا ما يوقعش واحنا بنقول الكلام ده، ومصير الذي ينهي حياته. اوكي، فنرحب بيه الاستاذ محمد. اتفضل استاذ محمد. مساء الخير عليك، ازيك يا استاذ مصطفى؟ كل لحظه وانت طيب. اهلا بيك وبالساده المشاهدين والمتابعين. الموضوع مهم جدا ان احنا نثيره، لان انا شخصيا بتجيلي اسئله كثيره في هذا الموضوع. ناس كتير بتبقى يعني وصلت لمرحلة ان هو زهق من حياته، خدت بالك، وخلاص بقى عاوز ينهي التجربة بشكل متعمد، وبيسأل يا ترى مصيري هيكون ايه اذا انا انهيت حياتي بشكل متعمد، في حين ان مفيش يعني حاجة في جسده، مرض مثلا، عظام، او شيء يستدعي ان هو يعني خلاص هو قادر بيتحرك وبيروح وبيجي كل حاجه، لكن هو خلاص مش حابب يقعد يعيش. فمصيره ايه؟ ده هيبقى موضوعنا النهارده، ومهم جدا نعرف الاجابه من الخالق على هذا الموضوع. اوكي، في برضو موضه ان اليومين دول موضه الالحاد، في ناس كتير بتتجه الى الالحاد، والإلحاد بيقول للناس إن مفيش حياة بعد الموت. فالشخص اللي هو معظم الناس اللي بتنتحر، اللي بتشيل حياتها دي، بيكون معتقد بهذا الاعتقاد، إن أنا ههرب من مشاكلي، واخد بالك؟ ههرب من مشاكلي وهروح إلى الإلحاد. ده التفكيري واللي بيدعو الناس دي إلى هذا الموضوع. في نفس الوقت التيار الديني بيقول لك ان هذا الشخص هيتعذب في نار جهنم الى الابد حسب الدين الاسلامي. في ديانات اخرى يقول لك يذهب الى العدم، برضو افكار اخرى. فالنهارده احنا هنشوف، انا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره، ويمكن الموضوع ده يساعد ناس كتير ان هو يقلع عن الفكره المجنونه دي، لان عواقبها مش تمام بجد يعني. وهنشوف مع بعض نيل دونالد والش ازاي سأل الإله وايه الإجابات، وايه الأستاذ محمد هيعلق معانا، ولو انا اعرف حاجة هعلق بقى. ماشي، نبدأ على خيرة الله. فين الكتاب بقى؟ ما ظهرش. ايوه، الكتاب اسمه في البيت مع الله. أستاذ محمد هوموس جاد، مش كده؟ ايوه. لكن نقدر نقول ان استاذ محمد شايف ان الكتاب ده بيتكلم عن
الموت وأسرار الموت، فسماه اسم أحسن من الاسم الأولاني، سماه الموت وأسراره الرائعة. في صندوق الوصف هتلاقوا اتصالات الأستاذ محمد، اتفضلوا اعملوا لايك وشير الفيديو، ادخلوا في قناته فيها فيديوهات مختلفة عن الفيديو ده، واللي حب يشتري الكتاب برضو عن طريق الأستاذ محمد، في كل شيء بيكون في صندوق الوصف. أوكي؟ طيب نقرأ مع بعض أستاذ محمد. ونيل دونالد وولش رجل ذكي جدا، لأن الإله كان بيقول له شوف المدة رائع وبداية جديدة وكذا، بيقول له طيب لو الموت رائع وجميل كده، طب ما الواحد دي اللي عايز يخلص من حياته يخلص ويروح للروعة اللي انت بتقول عليها دي، تقريبا هي دي الفكرة يعني. أصلا هنا بيقول لك ايه الفكرة، الفصل بيقول انت المتسبب دائما في كل ما يحدث في حياتك بما في ذلك موتك. فشوف ذكاء عمنا نيل دونالد وولش، ولا طيب بما ان انا اللي بتسبب في موتي يبقى انت حار، ولا ايه رايك؟ هنشوف بقى السؤال بيقول هذا رائع، يا له من تفسير رائع، اشكرك، والان اود العوده الى شيء ما اذا جاز لي، شيء مزعج قليلا. ودي طبعا اسلوب جميل للحديث، لطيف يعني، بيتلطف مع الاله. كان في الاول على فكره بيقول بحق الجحيم ومش عارف ايه، دلوقتي يتربى يعني. الاله بيقول اتفضل كمان شوف الاخلاق يا جماعة. عندما اخبرتني في وقت مبكر من هذه المحادثه اننا جميعا نتسبب في موتنا، خطر ببالي ان كل موت اذن هو انت ها. ما زلت افكر بهذا منذ ذلك الحين. فبيجاوب بيقول له ايه؟ هذا ليس دقيقا. حقيقة ان الجميع هم السبب وراء انهاء حياتهم، لا تعني انهم يختارون القيام بذلك على مستوى العقل الواعي. عمدا. كما انها لا تعني انهم يفعلون ذلك هربا من بعض الظروف الحياة وأحوالها. إن التسبب في حدوث شيء ما، هو مسألة، آسف أنا شفت في أعتقد ما هو مسألة، إزاي الجملة دي؟ هقول لك اختياره بعد هو مسألة مختلفة. تمام. إن التسبب في حدوث شيء ما هو مسألة، لكن اختياره بعمد هو مسألة مختلفة تماما. تعليق الأستاذ محمد. يعني هو عايز يقول هنا إنك أنت إن خيار الموت، أنت كائن مكون من جسد وعقل وروح، وخيار الموت أنت بتختاره على مستوى أعلى من الوعي، على مستوى العقل الأعلى أو الفائق اللي هو الروح، يعني الروح هي اللي بتختار ساعة وطريقة الموت. لكن أنت لما تختار الموت عن طريق العقل الواعي بعقلك، يعني بأفكارك، تقرر ده بعقلك، خدت بالك؟ أنت كده دي مسألة أخرى، أنت كده الروح مش هي اللي بتختار دلوقتي، ده أنت بتني حياتك رغم ان الروح هذا ليس خيار الروح الان، والروح هي صاحبة القرار في ترك الجسد. تمام؟ فدي ايه عواقبه او نتائجه؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ففي فرق بين انك انت تكون متسبب في شيء، خدت بالك، على مستوى ما، ان روحك تتسبب في موتك على مستوى ما، او انك انت تختاره بعمد على مستوى العقل الواعي. دي مسألة تانية. يبقى شخص صحيح سليم جسديا مية مية، صحته تمام، لكن هو نفسيا تعبان وزقان من حياته، ويختار بالعقل الواعي بإرادة واعية انه ينهي حياته، خدت بالك؟ دي مسألة اخرى تختلف عن اختيار الروح لانهاء التجربة وترك الجسد. اوكي.
كنت عايز انا اوضح إيه لو حبايبنا ناسوا في الحلقه الماضيه ان في مستويات للعقل، في العقل اللي احنا واعيين بيه حاليا، في العقل اللي بيسمى لاواعي اللي هو السبكونشس، وفي العقل الفائق اللي هو عقل الروح. الاستاذ محمد شرحها دي في الحلقات الماضيه. اوكي، الروح على المستوى الفائق، الوعي الفائق، لما تيجي تقرر انهاء الحياه ده بيبقى جزء من البرمجه، يعني جزء من اختياراته المسبقه. انا هنزل الحياه هقعد كذا سنه مش عارف ايه، ساعات بتتغير البرمجه دي لما يكون له مثلا فايده في الحياه، ممكن يسمح للمرشدين بتوعه ان هو يعيش اكتر، او ممكن يكون بيسبب مشاكل وينتهي بدري. خد بالك، بتشوف الناس اللي معظمهم المجرمين وكذا بيموتوا في سن اقل من 30 سنه. فلازم نلاحظ دي. كل ما انت كنت شخص ممتاز وبتفيد الاخرين ممكن يحتفظوا بيك اكتر يعني. اوكي، نكمل. فنيل بيقول بقى ماذا لا ذلك، مش فاهم انا يعني ايه الوعي الفائق واللي بيختار وانا مش اخترت وانا المتسبب، ماذا لا افهم ذلك. يمكنك ان تتسبب في وقوع حادث، لكن هذا لا يعني انك اخترت ذلك بعقل واعي. يمكنك، اتفضل يا استاذ محمد. يعني انت ممكن تتسبب في وقوع حدث، يعني مثلا واحد ماشي في الشارع، حادث انت ماشي في الشارع مثلا وعملت حادث بالسياره، تسببت في الحادث، مثلا كنت سرحان وانت سايق، ما تعرفش السوق، غلطت في شيء معين، لكن ده مش معناه ان انت اخترت تعمل الحدث بوعي. انت هنا عملته ايه؟ بلا وعي او بلا خيار واعي. يعني محدش كده راكب عربيه وبيقرر انه يعمل حادثه، يبقى انت بتتسبب في الحادث، لكن مش معنى ده ان انت اخترته بوعي، بعقل يعني باراده واعيه. تمام، فهمت انا دلوقتي. يعني هذا التسبب للحادث، لوقوع الحادث، ممكن يكون بالروح العليا ايضا، للروح الفائقه على مستوى الروح ولا لا؟ ان كل شيء بيحدث في حياتك، احنا قلنا انت كائن خلاق بتخلق حياتك، الاشخاص، الظروف والاحداث بثلاث مستويات من الوعي. قلنا العقل الواعي اللي هي الشيء اللي انت بتعملها باختيار متعمد بفكر، وفي العقل الباطن اللي هي اللاواعي او اللاواعي اللي هي التصرفات التلقائيه والافكار التلقائيه اللي تخرج منك نتيجه البرمجه، وفي بقى العقل الفائق اللي هو خاص بالروح. الروح هي صاحبه التجربه، يعني هي اللي بتختار متى تولد، زي ما تختار الأبوين والبيئة والمكان والثقافة اللي هتولد فيها، وهي اللي بتختار متى تترك الجسد. إذا إن العقل بقى عقلك أنت اختار إنه يترك الجسد ينهي حياته، يبقى متعمد. يبقى متعمد. أنا مش سايب المسألة للروح، المفروض ده خيار الروح. وبالتالي بما ان الروح هي صاحبة التجربة، الروح بتختار التجربة مرة تانية. هنشوف هذا الوقت، ما تستنى. مش هتسمع الاحداث انا. تمام، فنيل بيقول افهم ما تعنيه. فلنكن واضحين بشأن ما يتم توصيله هنا. شوف الاله بيقول له ايه، لنكن واضحين بشأن ما يتم توصيله هنا. أنتم جميعا تتسببون في كل شيء يحدث في حياتكم بما في ذلك موتكم، لكن معظم الناس ليسوا على دراية واعية بذلك. تفضل أستاذ محمد. يعني كل البشر هم مسؤولين عن الموت، لأن قرار الموت هو اللي بتاخده الروح. يعني أرواحنا هي المسؤولة، عقلنا الفائق هو المسؤول عن الموت. يعني مش زي ما
أغلب الناس فاهمين إن الإله هو اللي بيقرر متى تولد ومتى تموت. لا، الإله أعطاك حرية الإرادة على الدوام لروحك، يعني روحك مع حرية الإرادة على الدوام، والروح هي اللي بتختار متى تولد وأين تولد، وهي اللي بتختار متى تغادر الحياة، متى تترك التجربة. كل ده بيقع ضمن قانون حرية الإرادة. يبقى بما إن الروح هي اللي بتاخد القرار، والروح دي جزء من جوانبك الثلاثة، يعني أنت روح وعقل وجسد، روحك هي اللي بتختار قرار ترك الجسد، إذن أنت المتسبب في موتك على مستوى الروح. وصلت دي؟ يبقى احنا جميعا اللي انا عايز اقوله بقى في النقطه دي، الروح لن يقرر انه ينتهي، هو بيخرج في الوقت المناسب. نهايه التجربه لازم اعود عشان عايز اكمل درجه الارتقاء بتاعي. ايوه، ده في ناس بتقعد مثلا مريضه في السرير سنين طويله، ومع ذلك الروح لا تغادر الجسد لسه. تجربة. ده جزء من التجربة. واحد يوضح الفكرة دي للناس بقى. هيشوف ازاي روحي ممكن تقرر ان انا اخرج وانا عندي 20 سنة وعافي وكنت تمام تمام انتحار. فلا لا لا. الروح لا تقرر اطلاقا انها تنتحر، لان الروح واعي، واعي فائق. فعارف المجموع، عارف ان دي مجرد وقت مؤقت. المعاناه اللي انا بعانيها دي هي معاناه مؤقته لازمه لارتقاء الروح. فالروح نفسه عارف ده، وعارف ان انا بعاني، ان الروح بيعاني معاك، يعني اللي بيحصل في الجسد بيشعر بيه، خد بالك، والا مش هينفع تقدم يعني. ولذلك هو لن يخرج في وقت زي الشخص اللي بيقرر ياخد حياته، هيخرج في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. اوكي. نيل بيفضل بيرجع بيقول الاتي: لكن اذا كان المرء على دراية واعية بذلك، وبالمناسبة هذا الحوار يساعد الناس على إدراك ذلك بوعي، إذا ألا يعني هذا إن موت أحدهم يعتبر انتحارا؟ أعني إن كان كل الناس يتسببون في إنحاء حياتهم على مستوى الروح الفائق، يعني فهم إذن ينتحرون، أليس كذلك؟ هل فادني شيء من هذا ما شيء ما هنا؟ ده أسئلة نيل للإله. شوف الإجابة: لابد من توفر شرطين كي نصف الموت كانتحار. شرط الأول: أن يكون المرء على دراية واعية بما يفعله، مش يكون واحد شخص غايب عن الوعي، لازم يكون على دراية واعية، أي أن يتخذ قرارا واعيا بالموت، بإنهاء الحياة. رقم 2، الشرط الثاني: أن يختار المرء أن يموت بغرض الهروب بدلا من استكمال حياته. لقد قلت سابقا أن الموت هو لحظة خلق قوية، وهو كذلك بالفعل، لكنه مصمم من أجل الذهاب إلى شيء ما، وليس للهرب من شيء ما. فعليك الأستاذ محمد. تمام، يعني كلام واضح جدا، لا لبس فيه، علشان ما يحصلش بقى سوء فهم كده. علشان تصف الموت على انه انهاء للحياة عندي او انتحار، لازم توفر شرطين. اول حاجة ان الشخص يقرر بوعي انه ينهي حياته بوعي، يروح بقى زي الافلام كده يعلق حبل يشلو نفسه، ياخد يشرب مثلا حاجه سامه او حاجه زي كده، او ينط من العماره زي ما بتشوف، مش كده؟ ان هو يكرر ده بوعي، ما يكونش مثلا واخد ادويه معينه او غايب عن الوعي، خدت بالك؟ يعني هو بيعمل هذا الشيء بعقل واعي، عارف هو بيعمل ايه. تمام.
تاني ان الشخص بيعمل ده او بيختار الموت بغرض الهروب بقى، انه عايز يهرب من ظروف حياته، الاشياء اللي في حياته، عايز يهرب من المعاناة، عايز يهرب من الاشخاص، او يهرب من الحياة اللي هو عايش. هو طبعا دي فكرة جواه، هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده لانه بيهرب من الظروف اللي بيواجهها، مش قادر يواجهها. خدت بالك؟ الاله بيقول هما دول الشخصين، يكون واعي، يعني لو شخص غير واعي ما يبقاش انتحار، وعايز يهرب، هو عايز يهرب من الظروف اللي هو اختارها مسبقا، يعني هو اختار ان هو يواجه الظروف دي ودلوقتي عايز يهرب منها. بالظبط، واخد بالك؟ اوكي نكمل. هناك الكثير من الالم المرتبط بالانتحار لدرجة إنني لم أرغب في طرح هذا الموضوع بالطبع. أول من يشعر بالألم هو ذاك الشخص المضطرب الذي يتخذ قراراً بإنهاء حياته أو حياتها. ثم تشعر عائلته كلها بالألم بعد ذلك. هل يمكن أن يكون هناك أي مكان للراحة أو الطمأنينة في كل هذا لأي شخص؟ فعلا في أهالي بتفقد أولادها بالطريقة دي وبيحزنوا جدا جدا جدا، وخاصة في الناس بتفضل تقول لهم انتهى، ابنك كافر، ابنك هيفضل يتعذب إلى الأبد والحاجات دي، وده كلام غير صحيح. بالك مش معناه أنه مش هيعاني، وهنشوف بقى دلوقتي. بقول يمكن للطمأنينة أن تأتي من معرفة استجابة الإله، بيقول بفرض إن الإله هو اللي بيتكلم مع نيل دونالد والش أو روح عليا، لأن الإجابات ذكية جدا جدا جدا، الأسئلة والإجابات كلها ذكية. يمكن للطمأنينة أن تأتي من معرفة أن الشخص الذي أنهى حياته على ما يرام إنهم بخير، إنهم محبوبون، ولا يتخلى عنهم الإله أبدا، عشان ما تقعدش تحكم على غيرك وتزود نار الإنسان اللي فقط عزيز عليه. احنا بنحب نقعد نقدر الناس، كل ما هنالك هو إنهم ببساطة لن يكونوا قد حققوا ما شرعوا في إنجازه. إن هذا الكلام على قدر بالغ من الأهمية لكل من يقدم على تجربة إنهاء حياته. أستاذ محمد. يعني معظم الأشخاص اللي يعني بيمروا بالتجربة دي بيعانوا جدا. ممكن تجي لهم صدمة نفسية يعانوا منها سنين. لما يكون أب أو أم يعني عندهم أحد أبنائهم عمل هذا العمل، من ناحيتين. أول حاجة من ناحية طبعا الفراق، أنت عارف الفراق بيكون متعب الأشخاص الموجودين. تاني حاجة أنه بيقى عندهم فكرة أن ابنهم أو بنتهم اللي عملت كده بتبقى في كفرة بقى، وبتتعاني تعذب في الجحيم، تبقى هي تعذبت الدنيا وآخرة. فالفكرتين دول بيخلوا الشخص، الأحباب اللي موجودين على الأرض لسه عندهم حزن وأسى عميق جدا. فالخالق بيقول يمكن للطمأنينة أن تأتي، يعني الناس دي تطمن لما يعرفوا إن الإله لا يتخلى عن أي إنسان أبدا، لا يتخلى عن أي روح، لا يتخلى عن أي جزء منه. ما كان للإله أن يقطع أجزاء ذاته أوصال ذاته، إن كل الأرواح هي جزء من الخالق، جزء من الإله. لا وجود لروح تترك هكذا للأبد في التيه أو في الظلمات، أو يعني دائما الروح بتحصل على إرشاد ومساعدة سواء على الأرض أو بعد الموت، دائما بيحصلوا على مساعدة، بيقابلهم بقى بيقابلوا بمنتهى المحبة والمرشدين. والشخص يعني هيشوف بقى دلوقتي نيل هيسأله هل الشخص هيعاني دي، لكن على اي الحالات الشخص اللي بيقابلك زي ما يكون اب ليك، يعني
عارف ان انت هتعاني لكن هو هناك هيساعدك يعني. اوكي فهكمل انا، او انت عايز تقول حاجه استاذ محمد؟ بقول لك هنا بقى كل الحكايه دي المهم ان الشخص اللي انا حياته ده هيكون ما اتممش العمل اللي هو جاي علشان ينجزه او شرع فيه. يعني زي ما انت بقول لك اللي بدا حاجه لازم ينهيها. يعني انت اخترت تجربه وعملت عقد مع ارواح وبتاع تمام، ما ينفعش تنهي هذا العقد وتنسحب بمزاجك. خدت بالك ان روحك هي اللي مختار هذه التجربه، ولما انت بتنهي التجربه يبقى انت ما انهيتش العمل اللي الروح جايه تنجزه. هتشوف بقى وبناء عليه هيحصل ايه. بناء عليه فنيل بيقول له هل تقول ان الشخص الذي انهى حياته لا يعاقب باي شكل من الاشكال؟ هل هو ده يعني مفيش مشاكل بقى يعني؟ لا وجود، لا وجود ليه ما تسمونه العقاب؟ كل الناس بتفكر عقاب لازم تعاقبه، لازم الناس بتبعت لي مثلا يقول لي ده واحد زي فلان اللي موت كذا ده مش انت، الكل ربنا هياخد بالهم منه. الناس ما عندهاش الفكره دي، يقول لي ازاي مش هيتعاقب، عايز غيره يعاني يعني. لكن فكر ان ده ابنك اللي انت بتحبه، فكر في اي شخص مهما كان مجرم او اتخذ قرار خاطئ بهذا الشكل، فكر ان هو ابنك. لا وجود لما تسمونه العقاب فيما تسمونه الحياة الأخيرة. ما فيش حاجة اسمها عقاب في حياة أخيرة دي زي ما انتم فاكرين يعني. إنهم هؤلاء الذين تتركونهم من خلفكم هم الذين يعاقبون، يعني بيحس بالحزن والحاجات دي، فهم يتعرضون لصدمة لا تصدق وقد لا يتعافى منها المرء تماما. يشعر كل منهم بخسارة فادحة كما يقضي البقية من حياتهم في لوم أنفسهم متسائلين عن الخطأ الذي ارتكبوه ومتألمين بشكل ما كان يمكنهم قوله أو فعله والذي كان من الممكن أن يغير الأشياء. إن الشيء المحزن بحق هو أن هؤلاء الذين ينهون حياتهم يتخيلون انهم سيغيرون الاشياء في حين ان ما يحدث هو انهم لن يغيروا شيئا على الاطلاق. ان انهاء حياتك هربا من شيء ما من شأنه ان يخلق وضعا حيث لا يمكنك الهرب من اي شيء. اذا كنت تفكر في انهاء حياتك تجنبا لشيء ما فعليك أن تعرف وأقولها مرة أخرى إنك تفكر في شيء يستحيل عليك فعله. إن الرغبة أكمل ولا إيه رأيك أستاذ محمد؟ أنا أتوقف في المشروع نكمل نشرح دي بقى الأول مهمة. أيوة طب اشرح دي يا أستاذ محمد. يعني بيقول لك ان اللي بيشعر بيقول لك ما فيش عقاب بعد الموت، واحنا شرحنا الحكايه دي قبل كده باستفاضه لما اتكلمنا عن الواقع المطلق، وقلنا لا يوجد في الكون لا مكافاه ولا عقاب. يعني انت خالق حياتك، يعني انت بتكافئ نفسك وبتعاقب نفسك، يعني من خلال ما تخلقه في حياتك صنائعك، ما تزرعه انت تحصده. ما فيش عقاب لكن في عواقب او نتائج او محصلات. بعد الموت كما يقول الخالق ما فيش اي نوع من العقاب الجسدي، اصلا انت بتكون بدون جسد مادي، بتكون بجسد اخر اثيري زي ما ذكرنا في حلقات سابقه تمام. لكن اللي بيشعر بالخساره هم الاهل، وبعضهم بيعيش يعني يأنب نفسه ويلوم نفسه طول حياته لانه بيكون معتقد ان هو السبب في ان ابنه او اخته او اخوه انتحر بسببه، كان مؤذي كان بيأذيه او يعامله وحش او، ويقعد يفكر يقول يا ريتني كنت عملت له كذا، يا ريتني كنت تمام، بيلوم نفسه
وبيعيش معاناة، تمام؟ لكن الشخص اللي بيموت لا يعاقب، لكن هو بيفاجئ ان هو ما بيهربش من حاجة، ما بيقدرش يغير حاجة بعد الموت، ولابد ان هو يغير ما صنعه او الظروف اللي كان موجود فيها، ما يهربش من ان الهرب منها هيكتشف بعد الموت ان كل الاشياء دي قدامه لسه عليه ان هو يتجاوزها، وبالتالي هيتجسد مرة اخرى. يبقى لا يمكنك الهرب من شيء، هذا مستحيل، لان في قانون كوني بيقول ايه، ما تخلقه الذات لابد ان تختبره الذات عاجلا ام اجلا، ده قانون كوني، ما تخلقه الذات لابد وان تختبره الذات عاجلا ام اجلا، مفيش هروب. تمام. ولذلك ده من اول حبيت انا الكلمة دي، العواقب، ان الانسان هيشوف نفسه عايش، يعني وقال حياته علشان يذهب الى العدم، عادة الفكرة هي دي، هيلاقي نفسه عايش وفكر كل شيء، وهيشوف بقى المشكلة ان هو مقدرش يهرب ولازم يعيد كل اللي عمله ده، ويمكن في ظروف اصعب، وهو اللي يحترم مزاجه لعلمك. واخد بالك انت؟ عارف انت لما ابنك يعمل حاجة غلط كده وياخد مثلا شكارة رز ويرميها على الارض كده، فانت بتقول له طيب هتقعد وهتلمها رزاي رزاي. وانت مش عايز تعاقبه، لكن دي عواقب اللي هو عمله. واخد بالك ايه؟ هو اللي اتخذ القرار المجنون ده، تصلح ما افسدته يعني. بالظبط. وكان في واحد مصري على فكره كان سافر باين في سويسرا او كده، وكان جاب فول سوداني وكان بياكل ويرمي القشر وياكل قشر، ففضل البوليس يمشي وراه لما وصل بعد ساعة ونص كده خلص الكيس، قال له ارجع للمواحدة واحدة. ارجع يا حلو بقى واحدة واحدة. سابه ساعة يربي. هي الفكرة هي دي، عشان بس ايه نخافوا في الوضع عن الناس يعني. اوكي. ان الرغبة في تجنب كل ما يؤلم شيء طبيعي، ده شيء طبيعي عند الإنسان، كل هذا جزء من رقصة الإنسان، ومع ذلك ففي هذا النفس أو الذات المعينة وبعيدا عن أي شيء آخر، فإن الروح قد أتت إلى الجسد لتجرب ولا لتهرب، إن هذا الشخص قد وجد التجربة صعبة ومؤلمة اللي هو اختارها، فهو يسعى إلى الدخول في العدم أو الفراغ، اللي أنا كنت بقول عليه ده، يسعى للدخول في العدم أو الفراغ، بالنسبة له هي دي، حموت هروح للعدم والفراغ، لا يوجد شيئا بيواجهه، وحيث لا يوجد ما يخشاه، لكن الناس لا يمكنهم الدخول في الفراغ، مش هتقدر تدخل في الفراغ، مش هتقدر تخش في حاجه اسمها عدم، لان مفيش عدم اساسا يعني، فلا يوجد فراغ للدخول فيه، الفراغ لا وجود له، ليس هناك فراغ في اي بقعه من الكون، ليس هناك فراغ في اي مكان على الاطلاق، ليس هناك مكان حيث لا يوجد شيئا، اينما تذهب تمتلئ المساحه بشيء ما. اتفضل استاذ محمد. الكلام ده مهم جدا، يعني بيقول لك الفراغ اللي انت شايفه ده، الشخص اللي بيبني حياته بيئه معتقد، خدت بالك، ان هو خلاص بقى هيروح في العدم، ولا هيحس بحاجه، ولا هيواجه حاجه، ولا هيخاف من حاجه بقى خلاص. اللي بيحصل بيقول لك ما بيكونش كده، لان مفيش اصلا عدم، مفيش فراغ في الكون. كل شيء انت شايفه فراغ، ده مش فراغ، ده فيه مستويات اخرى من الاهتزاز، خلي بالك.
يعني في عوالم متوازية موجودة في نفس المكان. يعني هذا الكلام له معنيين. المعنى الأول إنك ممكن يكون معناه إن الشخص ده هيعيد التجربة مرة أخرى، أو يكون معناه إن فيه عوالم متوازية، تمام، على عوالم متوازية، لأن كل الاحتمالات موجودة. بالزبط. الشخص ده بيدخل عالم موازي فيه نفس التجربة عشان يكملها هناك، لازم يروح تكمل التجربة، يبقى الروح لازم تكمل التجربة إما في العالم ده أو في عالم موازي آخر موجود بالفعل، أو يعود، أو يعود يبدأ التجربة من أول وجديد بنفس الأشخاص، بنفس الظروف والأحداث اللي كان بيهرب منها. وده على فكرة مش عقاب. لا، مش عقاب، عواقب، لأن الروح مختارة أصلاً الظروف والأحداث دي، ولا يمكن الهروب منها، ولا يوجد فراغ، ولا يوجد عدم. إن أنت هتذهب، قالوا لك أنا هذهب للعدم، هموت خلاص، هنام وما ما فيش وجع دماغ، هنتهي مع انتهاء الجسد، الدود هياكل الجسد، وخلاص كل ده وهم. خد بالك، واحنا انا بتكلم والاستاذ محمد بيتكلم عن علم، عن متاكدين من ده. عالم الارواح موجود يا جميل، ومهما تحاول تنهي حياتك هتلاقي نفسك حي. معلش، انت الحياه نفسها، حاولت تعمل تنهي حياتك هتلاقي نفسك حي. حتى الشخص اللي بيفجر نفسه ده اللي هو القنبله البشريه بيفاجئ ان هو حي، ويشوف الناس اللي هو موتهم معاه كمان. حلو كده؟ مش حرعين ولا الكلام ده، مش هلاقي. انا عارف استاذ محمد ما يقدرش يقول دي، بس انا اقولها في البرازيل يعني. مش الكلام ده وهم برضه. وما الذي، لان مفيش جسد اساس، انت من الذي تعاني ومش هتقدر تعمل جنس برضه، اوكي؟ وما الذي يملا المساحه؟ طب اللي بيملا المساحه دي ايه يا ربنا؟ اللي بيملا المساحه دي، شوف الاله بيقول له ايه؟ صنائع. ما خلقته بنفسك. الشيء انت خلقتها بنفسك. ايوه، ستواجه صنائعك اينما ذهبت، ولا يمكنك الهرب منها. ما فيش مفر يا حاج. كما انك لن ترغب في ذلك، انت نفسك لن ترغب في ذلك، لان انت اللي عملت ده، لانك صنعت هذه الاشياء كي تعيد خلق ذاتك، وبالتالي فلن يفيدك محاولة تجنبهم او الرقص حولهم. لا يمكنك الرقص في طريقك الى الفراغ، لان ما تحمله معك الى الموت سيلازمك. اوكي استاذ محمد، قول لنا بقى على المساحه، ماذا يملا المساحه، وهكذا. عشان كده احنا قلنا ايه، قانون كوني، ما تخلقه الذات، يعني الاشياء اللي انت خلقتها. استاذ محمد كمل انت، انا هرجع بعد دقيقه واحده. كمل. تفضل. طيب. تفضل. يعني ما تخلقه الذات لابد وان تختبره الذات في نهايه المطاف. دلوقتي احنا قلنا انت بتخلق كل حياتك على ثلاث مستويات، على مستوى العقل الواعي، مستوى العقل الباطن، مستوى العقل الاعلى اللي هو الروح. تمام. كل الاشياء اللي في حياتك من اشخاص واحداث وظروف انت خلقتها على مستوى ما من المستويات الثلاثه. قانون الكون بيقول ايه؟ ما تخلقه الذات لابد وان تختبره، يعني تجربه الذات. فانت خلقت هذه الاشياء، يعني هي صنائعك، كل الاشياء اللي انت عاوز تهرب منها انت خلقتها على مستوى ما، اما بعقلك بوعي او بلا وعي، او روحك هي اللي جذبتها اليك لكي تعيد خلق ذاتك من جديد، وبالتالي تنمو وتتطور، لان الغرض من الحياه اساسا هو النمو والتطور. ده غرض الروح. الروح تنظر للامور من وجهه نظر اخرى، انت عقلك مش مستحمل التجربه لذلك عايز ينهيها، لكن الروح ليها وجهه نظر اخرى، لابد ان تكمل اجندتها التي جاءت من اجلها. وبالتالي
فالروح بتختار مرة أخرى بحرية بإرادة حرة موجهة نفس الأشياء اللي أنت خلقتها من قبل. يبقى ما تزرعه ستحصده، شئت أم أبيت. وهذا ليس عقاب، هذه نتيجة أو محصلة. ممتاز ممتاز. لذلك حتى نيل دورال سأل زي حالاتي كده، إن هذا لبيان قوي للغاية. أنا قلت ممتاز، بس قلت بنفس المعنى ده، من المفترض له أن يكون كذلك. إني لأن الناس فاهمة الخالق عز وجل بطريقة خاطئة جدا لعلمك. بالك؟ الناس فاكرة إن الإله ده إنسان بيتغل، بينتقم، بيمص دم الناس، بيستنيك تغلط غلطة عشان بالك يبدأ يشوي فيك وهكذا. وده لا يتفق أو يتعارض مع الحكمة، مع الرحمة، مع المحبة. لما أنت بتشوف واحد يقول لك يا إما حليم بس سريع الغضب، إزاي؟ بالك؟ رحيم بس شديد العقاب، إزاي؟ معلش مش عايز أستاذ محمد يعلق عندي، لكن إحنا فاهمين الإله الخالق الكوني زي ما يكون حد احنا نعرفه، راجل ظالم، ملك ظالم وهكذا، وبياخد ويعذب ويقتل ويؤمر ويحط السجون وما عندوش خطه محدده. الاله عنده خطه رائعه حكيمه، انت تختبر اللي انت وحريه اختيار من الالف للياء. فافهم الاله قبل ما تقعد تسب وتلعن وكذا. يعني العن نفسك لو عايز، يعني ان انت اللي مختاره. نيل دونالد وارش من الناس الاذكياء جدا جدا، في الشوك بيكمل بقى بيقول له ايه، سامحني على العوده الى هذه النقطه، سامحني على قول هذا الان هنا، بينما نتحدث عن انهاء المرء لحياته. لكنت قلت سابقا ان الموت شيء رائع. يا رب انت مش قلت الموت شيء رائع؟ طيب لماذا لا يمكن لشخص ان يعيش حياة رهيبة ان يرغب في الموت ان كان الموت رائعا؟ طالما انت بتقول الموت شيء رائع وجميل وعسل، بالك يمكن انت سميت الكتاب من دي يا استاذ محمد. الموت مش كده؟ الموت شيء رائع، لحظة خلق. إذا واحد عايز حياة محببة زي الزفت وكل شيء ضده وظروف والعيشة ودخل في صراع نفسي، ليه ما ينهيش حياته طالما إن هو يروح لشيء رائع؟ ذكي جدا هذا السؤال. ليه؟ علشان ما يقولكش حد هذا الموت شيء رائع تبديها بقى، فهمت أنا؟ ومين إجابة بقى؟ إنما تسميه الموت رائع، الموت رائع بحق، لكنه ليس أروع من الحياة. في الحقيقة الموت هو الحياة تستمر بطريقة مختلفة بكل ببساطة. أريدك أن تفهم هذا بوضوح. شوف إيه، الموت هو الحياة تستمر بطريقة مختلفة بكل بساطة. الموت هو استمرار الحياة. أريدك أن تفهم هذا بوضوح. ستواجه نفسك على الجانب الآخر من الموت، وستظل كل الأشياء التي حملتها معك موجودة، وعندئذ ستفعل الشيء الأكثر إثارة للسخرية، تمنح نفسك حياة جسدية جديدة لتتعامل مع تلك الأشياء التي لم تتعامل معها في أحداث حياة لك. ستعيد الكرة من جديد يا عم الحاج. بنحب نخاف في الحاجة، بس بتفهم برضو بالموضوع.
ستعيد الكرة من جديد يا عم الحاج. أيوة. ما تسميه الموت فعلا شيء رائع، لأنه زي ما هيشرح مراحل الموت الثلاثة وصولا للمرحلة الثالثة اللي هي النيرفانا. لكن أنت بعد ما تختبر الموت هتلاقي نفسك ستبص، ما بيقولكش في حد هيحكمك أو حد هيوجهك أو هيحاسبك، يقولك أنت هتواجه نفسك بعد الموت، وأنت اللي هتمنح وهتفعل أكثر شيء مثير للسخرية. يعني إيه هو؟ هتمنح نفسك حياة جسدية جديدة، يعني الروح هتختار حياة جسدية جديدة وتواجه نفس التحديات اللي أنت هربت منها في آخر أو أحدث حياة أنت سبتها مرة تانية. يعني هتعيد المسلسل من أول وجديد، وده بالتالي بيعمل إيه؟ بيؤخر عملية تطورك، بيعرقل عملية تطورك. لكن أنت لما تخلص الأجندة اللي أنت جاي علشانها هنا، كل حياة أنت بتعيشها وبتخلص الروح تبني تجربتها، بتبقى خطوة على طريق تطور الروح أو النمو الروحي. خلاص أنت بعد كده يختار تجربة أعلى وأرقى وهكذا، وبتتطور وبتنمو وأريح وأريح. زي الطالب مثلا اللي هو إيه، مثلا هديك مثال، يعني طالب في المدرسة طول السنة قاعد مثلا يلعب وبتاع ومش عارف إيه، وضيع على نفسه السنة، وجي دخل الامتحان مثلا وطنش ومحلش ولا بتاع وسقط، زمايله بينتقلوا بعد كده يروح السنة رابعة السنة اللي بعدها، هو بيعمل ايه؟ ها؟ هل هينتقل معهم لسنة رابعة؟ لازم يعيد سنة تالتة تاني مرة تانية وباختياره ويذاكر تاني وبتاع ويبدأ من الأول، وممكن في سنة تالتة يجيب مجموع كبير جدا. ايه بالظبط، ويبقى متواصل لانه شايف اصحابه وهيروحوا دايما يبقوا اعلى منه. مش كده وبس، زمان عندنا في الثانويه العامه كنت مثلا بتلاقي بعض الطلبه يجيب مثلا 90% فاضل له عشان يخش طب عايز 92%، فيقوم يعمل حاجه اسمها يعيد السنه من اجل تحسين المجموع، دي كانت متاحه زمان، وبعدين يعيد الثانويه العامه باختياره، خدت بالك؟ بحيث ان هو يذاكر طول سنه جديده كامله، وممكن بقى في السنه الجديده اللي هو في الاعاده ممكن يجيب مجموع اقل من اللي جابه السنه اللي قبلها، ممكن يجيب مجموع اعلى فعلا ويخش الطب. وده حصل يعني مع ناس انا اعرفهم شخصيا، ناس كانوا زمايل كانوا معايا في ثانويه عامه وقعدوا السنه يعني تحسين المجموع، ودخلوا بعد كده الكليات العاليه اللي هم عايزينها. بالظبط. في ايضا اشخاص ممكن يخشوا اللي احنا بنسميه بالانجليزي لوب، يعني بيرجع للحياه باختياره وينسى ويروح مرتكب نفس الجريمه مره اخرى، يرجع لعالم روح يشوف ان هو ايه غبي طلعت حمار هعيد من جديد، ويختار ويرجع ويعمل اللوب ويعمل نفس الخطا. في ناس بيعيد السنه اكتر من مره. اوكي، لو حد عنده مشاكل عاطفيه، مشاكل ماديه، مشاكل في اي حاجه، واجهها دلوقتي. زي والدتي كانت بتقول لي ايه، وجع ساعه ولا كل ساعه، بمعنى يعني ما اعرفش كان زمان عندي كان في مش عارف اسمه ايه باللغه العربيه، ده بس اسمه عندنا بالمصري دمل. ايه في اسم غير دمل؟ خراج، يعني خراج. خراج تمام، في خراج وفي دمل، خراج اكبر يعني. فمحتاج مجرد جراحه بسيطه وحط ميكروبروم ثابت هتوجعك هتألمك جامد، لكن في لحظه معينه وبعد تبقى كويس. لو انت لا مش عايز اعاني مش عايز اعاني، هيفضل يزيد الخراج ده، واخد بالك؟ وفي وقت من الاوقات لازم تواجه ولازم تعمل العمليه دي، وهتفتحه برضه في الاخر. ايوه بالظبط، ندي كل الامثله اللي تبدو غبيه كده لكن عشان الناس تقدر تستوعب الموضوع يعني، فمفيش حد هيهرب يعني. اوكي، بيرجع يسال بقى، هل ساعود الى الحياه الجسديه مره اخرى؟
أنا يمكن التعامل مع تلك الأشياء في المجال غير المادي الروحي، هو المفروض يقول إيه؟ لماذا أعود إلى حاجة سادية مرة أخرى؟ لماذا؟ أنا يمكن التعامل مع تلك الأشياء في مجال غير المادي في العالم الروحاني، شبه أسهل ونخلص نفسنا هناك يعني. بندور إحنا على إيه؟ شورت كات. شورت كات اسمه يا أستاذ محمد؟ يعني يقول لي طب انا يعني اعالج المشاكل دي في العالم الروحي وخلاص بدون ايوه. بيقول له اسمع بقى، كلا، لان الغرض من الحياه الجسديه هو تزويدك بمجال سياقي، والذي يمكنك من خلاله تجربه ما اخترت ان تجرئ ان تختبره. عندما كنت تعيش في العالم الروحي قبل التجسد. لحظة هنا. اتفضل. دي مهمة جدا. ايوه. لان قلنا العالم الروحي بيختلف عن العالم المادي الجسدي. قلنا العالم الروحي الروح لها غرض هو الادراك، بتحصل على المعرفة على طول المسار في العالم الروحي، يعني بين الحيوات بين التجسدات. وبتحصل على التجربة العملية هنا على الارض في العالم المادي. فبقول له الغرض من الحياة المادة على الأرض هنا الحياة الجسدية هي أنها بتزودك بمجال سياقي، يعني مجال تجريبي زي مسرح، مجال للعمل في تجارب في أشخاص وأحداث ومواقف وظروف و و و هذا هو الغرض أصلا من العالم المادي، تمام؟ وهذا العالم تم تصميمه لكي تختبر الأشياء اللي أنت اخترتها قبل أن تتجسد، زي ما حضرتك قلت الأجندة أو جدول الأعمال اللي أنت نازل علشان تنفذه، وأنت خلقت هذه الأشياء عشان تنفذ هذا المخطط. ما ينفعش بقى أنت تهرب، لابد أنك أنت تنفذ ما شرعت في تجربته. وعلى فكرة ما ينفعش تجرب في عالم الروح، لا يوجد تجربة، معرفة الروح نظري وهنا عملي، لا في اكل ولا شرب ولا جلس ولا اي تجارب. في عالم الروح انت ممكن تخطط تدرس تتعاقد، لكن تعمل خطه كامله ايه اللي انت هتنفذه على كوكب الارض، ولازم تنزل تنفذ الخطه ماديا. عالم الروح مش هتقدر تعمل تجربه ماديه هناك، فقط نظري، تدرس كتاب مثلا عن السباحه، لكن انت لازم تسبح، تنزل وحمام وتتبل وتجرب وتنفع وتجيلك شد عضلي، لكن قريت الكتاب مش معناها ان انت بقيت سباح يعني. اوكي، هي دي الحياه، وانت بقى عاوز تصدق شيء يعني مش هتفرق، ده اللي ايوه. نكمل، بيقول وبالتالي عندما تترك الحياة الجسدية فلن تهرب من شيء، ولكنك ستضع نفسك عائدا إلى الحياة الجسدية. يعني أنت بتخرج عشان تهرب وترجع نفسك تاني، وفي الموقف الذي كنت تسعى للهرب منه كل ما هنالك هو أنك ستعيد القارة مرة أخرى من البداية، وده الأوحش يعني من البداية، لأنها هتتولد بيبي يعني. لن ترى هذا على إنه عقابا أو مطلبا أو عبئا، لأنك ستفعله بكامل إرادتك الحرة، مدركا له كجزء من عملية خلق الذات التي تتواجد حضرتك من أجلها. تفضل أستاذ محمد. يعني قلنا الهدف من الحياة هو إدراك الذات، وإنك أنت بتعيد خلق ذاتك من جديد في كل لحظة وفي كل حياة جديدة، دي اسمها عملية التطور أو النمو، تمام؟ دي العملية اللي أنت شرعت فيها منذ البداية، مش مسألة إن أنت لسه هتختار، أنت خلاص أوريدي في العملية في الرحلة، أنت اخترت الرحلة وخلاص شرعت فيها وبدأت فيها، تمام؟ انت مش لسه هتختار، انت اوريدي في العمليه، في عمليه التطور او النمو، وعشت مئات او يمكن الاف الحيوات قبل كده، خدت بالك؟ فالعمليه مستمره،
سواء انت بقى وافقت على ده او ما وافقتش، لان انت شايف الامور بعقلك المحدود، انت مش شايف الامور من وجهة نظر روحية، تمام؟ فانت هتلاقي نفسك ما بتهربش من حاجة، الروح هتختار بإرادة حرة انها تعيد نفس التجربة بس من البداية التانية، تولد من جديد بيبي في نفس الظروف تقريبا اللي انت اخترتها قبل كده، ونفس التحديات علشان تعيد خلق ذاتك، لان المفترض ان هذه التحديات والظروف دي هي هتوصلك لجزء معين من النمو او التطور، انت قد لا تراه لكن الروح تعلمه. حتى الشخص اللي بينزل عشان يحارب ويتقتل في الحرب، الروح لها أجندة مخطط هتطلع منه بتذكر معين من خلال هذه التجربة. الطفل اللي بيتولد ويموت بعد سنة أو بعد سنتين، إيه عمل إيه، جاي ليه، جاي ليه وماشي في إيه، ده غالبا بيكون جاي عشان يخدم على أجندات أرواح أخرى زي أبوه وأمه والأشخاص المحيطين معاه. كلنا بنخدم على أجندات بعض، تمام؟ بالظبط بالظبط. واللي مش فاهم الموضوع بيفضل يعني يعترض، لا ده ظالم، طب ازاي مش معنى، طب ايه ذنب ابوه وامه، طب ايه ذنب العيل الصغير يا عيني يتولد مش على الاطفال، طب ايه مش انت بتشوف الناس بتتكلم في ايه ذنب الحيوان الاليف لما يجي ياكله حيوان مفترس، الحاجات دي كلها الناس يعني مش بنتكلم دلوقتي في مجال الحيوانات، في مجال الانسان العاقل اللي يقدر يتخذ قراره بنفسه، يعني عنده أهلية مش مجنون يعني، اوكي؟ على فكرة لما نقرر نواجه حياتنا العقبات اللي امامنا دي بتبقى سهل، وبننتصر وبنحس بفرح الانتصار. يعني انت لما تقرر بدل ما مثلا تفضل في اكتئاب نفسي وكده، زي لازم تواجه المشكلة وتحلها. لو في ظلم وقع عليك سور ضده هيعملوا فيك ايه، هيقتلوك، مش هو ده المطلوب؟ يعني واجه واجه واجه، ما تخافش. خد بالك في ناس مثلا مثليين بياخدوا حياتهم، سافر بلد تانية طالما الناس مش فاهمة ايه اللي عندك، وبيعتبروا دي ده حاجة تخدم ربنا والحاجات دي كلها، ويبتدي ايه بيبتدوا فعلا يقرفوا حياة أهله لحد ما هو يتخذ هذا القرار بأن هو يترك حياته. بالنسبة للمثلية أنا هقول في كلمتين بس، في نوعين يعني. النوع الأول إن هو متولد كده، يعني زي ما نقول خاصة إن إحنا ما بنتولد كذكر في حياة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، بعدين نيجي نتولد كأنثى ممكن يحصل رفض في الحالة دي، لكن مع التكرار الروح بتتعود برضو على دي. موضوع تاني، موضوع تاني عشان ما نجيبش لنفسنا الكلام يعني. اوكي عايز اكمل ونشوف ايه الجزء اللي وراه. لذا فقدنا تعامل مرة اخرى مع كل الاشياء التي نتعامل معها الآن. يعني معنى كده ان احنا هنتعامل مع كل الاشياء اللي احنا بنتعامل معها دلوقتي اللي عايزين نهرب منها. ايوه بتكرر التجربه، بتعيد السنه زي الاستاذ محمد مال، بتعيد السنه بقى تشوف نفس المواد في الواقع. هذا هو الغرض من كل الحياه، الغرض من كل الحياه ان انت تتعامل مرة أخرى مع الأشياء اللي أنت ما قدرتش تكملها. يعني عندما نستخدم الحياة بهذه الطريقة ستموت عندما تكون مستعدة لاستخدام الموت كأداة لخلق حياة جديدة ومختلفة. ما هوش انتحار، لكن الانتحار هو استخدام الموت كأداة للهروب. لذا فهو يخلق نفس الحياة من جديد بنفس التحديات والتجارب. استاذ محمد شوف، عندما تستخدم الحياه بهذه الطريقه، يعني لما تفهم غرض بين الحياه،
هتموت لما تكون مستعدا لاستخدام الموت كأداة، يعني لما الروح هي تقرر ترك هذا الجسد، لأن الروح بتكون قررت خلاص إن هي أنهت التجربة وترغب في خلق تجربة جديدة وحياة جديدة ومختلفة. لكن لما تستخدم الموت كهروب ما فيش هروب، لأنك أنت هتواجه نفس الأشياء مرة أخرى بنفس التحديات ونفس الظروف، يمكن أصعب كمان. أنت بتصعب أول وجديد ومن أول. يعني مثلا لو واحد خد تجربة لمدة 20 سنة 25 سنة وقرر ينهي حياته علشان الصعوبات اللي واجهته في 25 سنة، هيرجع يواجهها مرة أخرى 25 سنة بنفس الطريقة ويكمل ويكمل. يعني من الأول عشان تبقى واضحة دي، لم يسبق لي مطلقا، نيل بيسأل، لم يسبق لي مطلقا أن سمعت ذلك على هذا النحو. ولا أنا على فكرة عمري ما سمعت هذا التوضيح، الكتاب ده ممتاز على فكرة. لم يسبق لي مطلقا أن سمعت ذلك على هذا النحو. إن هذا يقول الكثير. الإجابة نعم. لذا يمكنك استخدام الموت كأداة للهروب أو كأداة للخلق. الأولى مستحيلة، الهروب مستحيل، والثانية رائعة بشكل لا يصدق. أستاذ محمد خلاص، يبقى هنا لما الروح بقى هي اللي بتترك الجسد في التوقيت اللي هي بيختاره، دي بيكون لحظة خلق، إن الروح بتبدأ تجربة جديدة، خلق جديد كليا، يعطي بقى إثارة ومتعة وتشويق تخيل نفسك أنت لما تكون رايح بقى سنة جديدة، هتاخد بقى مناهج جديدة، هتقابل مدرسين جدد، معلمون جدد، مرحلة أعلى، ولا تلاقي نفسك أنت لسه هتعيد نفس السنة مع نفس نوعية الأشخاص ونفس هتحس بملل وهتزهق، خدت بالك؟ لكن الخلق الجديد دايما بيكون ممتع وشيق ومثير. تمام تمام تمام، هكمل. لكن أليس هناك القليل من الحكم بذلك؟ ألا يجعل هذا من الانتحار أمرا خاطئا؟ ظننت أن الإله لا يطلق أحكامه. شوف الذكاء بتاعه، لأن في أول الكتاب قاله ما مش عايزين ننزل أحكام على حد، بيفكروا يعني. لكن أليس هناك القليل من الحكم أنت تحكم على الشخص بذلك؟ ألا يجعل هذا من الانتحار أمرا خاطئا؟ ظننت أن الإله لا يطلق أحكاما. الإجابة: ليس هناك شيئا خاطئا أو سيئا بشأن إعادة خلق نفس تحديات وتجارب الحياة مرة أخرى. يعني أنك تعيد تخلق نفس التجارب والأحداث، ما فيش شيء خطأ في كده، لأن الغرض هو النمو والتطور، ما فيش مشكلة. أنت عاوز كده تفضل. وحاجة تانية، الإنسان مش هيقدر يكمل في التطور إلا لما ينجز الجزء ده. هو إنجاز، يعني الحياة اللي أنا بواجهها حاليا هي أكيد نتائج حيوات سابقة، وأنا اخترت عشان أنهي هذه المرحلة وأنتقل إلى مرحلة أعلى. لو ما أتمتهاش هنرجع وندرس من جديد. يعني إن كنت ترغب في مواجهة نفس الاتحاديات مرارا وتكرارا بمزاجك، فانطلق وابحث ذلك. لو أنت بترغب في مواجهة نفس التحديات مرارا وتكرارا، اللوب اللي أنا بقول لك عليه، واحد بيدخل فيه لوب ويرجع ويروح ويرجع، فانطلق وافعل ذلك براحتك. كما هو الحال في كل شيء، يمكنك أن تفعل ما يحلو لك. ما فيش صواب أو خطأ. إن كنت تعتقد أنك ستهرب من هذه التحديات فلن تفعل. كل ما هناك هو أنك ستجد نفسك في مواجهة مباشرة معهم مرة أخرى. وبالطبع يمكن لهذا أن يتكرر كثيرا. قليلا، يعني كذا مرة. الناس يشعرون انهم لم يعودوا قادرين على مواجهة تحدياتهم الحالية هي فكرة ان عليهم واجهتها بمفردهم. انها فكرة خاطئة،
لكن الكثيرين يحملونهم في يحملونها في رؤوسهم. إن الشعور بالعزلة هو أكبر بلاء قد ابتلى به ابتلي به عالمكم اليوم. إن الشعور بالعزلة هو أكبر بلاء قد ابتلي به عالمكم اليوم. فالعزلة العاطفية والجسدية والروحية أي إحساسك بنفسك معزولا ومتعبا ومهموما وعديم الموارد هي صيغة لليأس، مما يؤول بالمرء إلى هذا الاستنتاج: لم يعد هناك ما يهم سوى الهرب من مواجهة اليأس الذي لا ينتهي. ومع ذلك فلا يمكنك ولن تهرب. كل ما هناك هو أنك ستعيد القارة من جديد، ستعيد ما كنت تسعى إلى تجنبه مرة أخرى. لهذا فقد جئت إليك هنا الآن لأخبرك أنك لست بما أوهاري. بلا بابا مكتوب بما إنك لست بلا موارد ولا أحد منكم، كما أطلب منك أن تعلن هذا لكل العالم. دي واحدة ما فهمتش العبارة. لهذا فقد جئت إليك هنا الآن لأخبرك إنك لست بلا موارد ولا أحد منكم، كما أطلب منك أن تعلن هذا لكل العالم. ما عليك سوى أن تدعوني وأن تعرف يقينا إنني معك. ما عليك سوى أن تمد يدك بإيمان مطلق لتراني أصل من خلفك على الفور. محتاجة شرح دي يا أستاذ محمد. أقول لك اللي بيخلي الناس تهرب من مواجهة الحياة، وإن الإنسان ممكن يعتقد أنه عليه أو لابد أنه يواجه هذه التحديات لوحده، لكن هو يقول لك ما أنتش لوحدك، أنت دائما بتحصل على مساعدة من الله، لأن الله معك على الدوام. كل ما عليك هو أنك أنت تدعوه بإيمان مطلق يقيني، يعني يبقى عندك يقين في الدعاء في الطلب، يقين بأن الإله معك فعلا. ما عليك يقول لك لقد جئت إلى هنا لأخبرك أنك لست عديم الموارد. أنت عندك موارد وعندك مساعدة وعندك دعم، ولا أحد منكم كذلك، كل واحد فيكم بيتلقى الدعم والمساعدة. وأطلب منك أن تعلن هذا لكل العالم، ما عليك سوى أن تدعوني وأنت تعلم يقينا أنني معك. يعني أنت الإيمان فكرتك قوية أن الإله معك يسمعك، ما يبقاش عندك شك. ما عليك سوى أن تمد يدك بإيمان مطلق الإيمان لتراني أصل من خلفك، يعني جنبك على الفور. جميل. السؤال ده عن الصلاة، وعلى فكرة نيل هيسأل سؤال في ناس كل الناس بتفكر فيه، وأنا مش هنهي الحلقة دلوقتي، هتكمل الجزء ده وبعدين ننهي الحلقة، لأن الحلقة القادمة في نفس الفصل هتتكلم عن الموت الرحيم، أو واحد يطلب إنهاء حياته لأنه بيعاني على سرير المرض، ما فيش أمل منه. دي هنتكلم عنها في الحلقة القادمة، بس دلوقتي عايز أكمل موضوع الصلاة دي. أوكي؟ بيقول له يعني مهما كان عندك من مشاكل حاول تعمل صلاة بإيمان من قلبك على الثقة إن الخالق معاك على دوما. يعني مش تيجي تصلي كده نص لبك، مش تيجي تصلي كده وانت بتصلي يا عم ولا حد بيسمع وكده، عارف يبقى هتاخد اللي انت عايزه يعني. اوكي؟ فبيقول الإله بقى ايه؟ قال لي انا اسألك سؤال
والذي قد يبدو حادا بعض الشيء. قال له بالتأكيد. اوكي لماذا يتعين؟ شوف السؤال بتاعه كبيرة دير في الدور دي في دماغ ناس كثيرة جدا في حلقات عنا على اليوتيوب والتيك توك. لماذا يتعين علينا أن مدعينا لنصل إليك قبل أن تمد يدك لتصل إلينا؟ بما إنك الإله العليم حقا ولا بد وإنك تعلم متى نقوم بحاجة إلى المساعدة، مش محتاجين نصلي ليك يعني أنت عارف كل شيء. بما إنك الإله الرحيم حقا فلا بد وإنك على استعداد لتقديم يد العون دون الناس. بما إنك الإله المحب للجميع فلماذا لا تحبنا بما يكفي لتساعدنا دون أن نضطر للتوسل إليك؟ شوف الذكاء وده بيجي ناس بتتكلم ده على الإنترنت كل يوم السؤال ده. بما إننا في هذا الحوار ماذا تقول لأحد القائلين لك لقد ناديت عليك لقد دعوتك إلا إنني لم أجدك بجواري؟ أتظن إنني لم أطلب معونة الإله بحق السماء؟ برأيك لماذا أشعر باليأس الرهيب؟ أنا يائس وبائس لأن الأمر يبدو وكأن الكل قد خذلني. بما فيهم الإله ذاته أنا مأجور تماما هنا معزول ولم أعد أريد أيا من هذا بعد الآن. لقد انتهيت من هنا. ماذا تقول مثل هذا الشخص؟ وعلى فكرة أستاذ محمد في ناس كتيرة ما بيشوفش حاجة وردية في الحياة، كل شيء أسود، كل شيء بلاك بالنسبة له، كل شيء وحش وكل ده واخد بالك، وبيحب يضع نفسه في موضع التحية. واحنا قلنا قبل كده ان مفيش حاجه اسمها ضحيه على فكره. اوكي هنشوف الاجابه وبعدين نسيب الاستاذ محمد يعلق على السؤال المهم قوي ده وننهي بيه الحلقه. اوكي يعني ممكن ننهي الحلقه بالاجابه، ممكن نقرا الاجابه وننهي بيها يا استاذ مصطفى. ايه بالظبط؟ اقول ليتك تفكر الان في امكانيه حدوث معجزه. هناك سبب وراء تجربتك لعدم تلقي حلا مني، لكن السبب لا يهم في الوقت الراهن. المهم في هذه اللحظة هو أن تفكر في إمكانية حدوث ذلك الآن. الآن أمامك لديك إجابة. افتح عينيك وستراها، افتح عقلك وستعرفها، افتح قلبك وستشعر بها هناك. أقول فقط إذا دعوتني بمعرفة مطلقة فسوف تدرك أن مسألتك قد أجيبت بالفعل. حتى قبل أن تسأل سأكون قد أجبت، لأن ما تعرفه هو ما ستشعر به، وما تعلن عنه هو ما ستجبه. إن دعوتني يائسا من عدم وجود إجابة فسأكون هناك واقفا بجوارك، لكن يأسك قد يعميك ويحكم عنك رؤيتي. أقول لا شيء مما اقترفت سيئا للغاية، لا شيء مما تسببت في حدوثه غير قابل للإصلاح أو الشفاء. بمقدوري ولسوف أفعل أن أجعلك كاملا مرة أخرى، وبعد عليك أن تتوقف عن الحكم على نفسك. إن الشخص الوحيد الذي يصدر أقوى الأحكام هو أنت، يحكم عليك الآخرون من خلال مظهرك، هذا لأنهم لا يعرفونك، إنهم لا يرونك، وبالتالي فإن أحكامهم باطلة فلا تعطيها صلاحية بأن تنسبها لنفسك أو تحملها على عاتقك، فهي لا تعني شيئا. لا تنتظر أن يراك الآخرون كما تكون حقا، إنهم يرونك بعين آلامهم. واعلم بدلا من ذلك انني اراك الان كما تكون حقا وعجبا، وان كل ما اراه منك مثالي تماما. وبينما انظر اليك فليس لدي سوى فكره واحده، هذا حبيبي الذي اسر بكوني فيه. اقول لا حاجه للغفران في ملكوت الاله، فلا يمكن الاساءه او الحق الضرر بالاله بأي حال من الأحوال. لا يهم سوى سؤال واحد في هذا الكون بأسره،
وهذا السؤال لا علاقة له بإدانتك أو ببراءتك، إنه يتعلق بهويتك. هتعرف من أنت حقا؟ عندما تعرف من أنت حقا تختفي كل أفكار العزلة، تتبخر كل أفكار عدم الجدارة أو الاستحقاق، يتحول كل الأسى واليأس إلى إدراك عجيب للمعجزة التي هي حياتك والمعجزة التي هي أنت. وأخيرا يا حبيبي، شوف لما الإله ينادي على الناس يقول لهم يا حبيبي، ما يقولهمش يا ويل لكم. وأخيرا يا حبيبي أقول الآن في هذه اللحظة أنت محاط بمئات الآلاف من الملائكة، فأقبل الآن رعايتهم وإرشادهم، ثم برر عطاياهم إلى الآخرين، لأنه في العطاء ستتلقى وفي منح الشفاء ستشفى. إن المعجزة التي لطالما انتظرت كانت هي الأخرى بانتظارك. ستعرف ذلك عندما تصبح أنت المعجزة التي ينتظرها الآخرون. فاذهب الآن واصنع معجزاتك، واجعل من لحظة موتك أعظم معجزاتك وليست إعلانا عن أكبر أحزانك. استخدم الموت كأداة للخلق وليس للتدمير، أداة للمضي قدما وليس للتراجع إلى الخلف. بهذا الخيار تكون قد كرمت الحياة نفسها وسمحت لها بأن تجلب لك أعظم أحلامك حتى وأنت تعيش بجسدك المادي، ولا سوف يحل السلام في ربوع روحك أخيرا. إجابة دي أستاذ محمد محتاج الناس ترجع الدقيقتين ثلاثة ويسمعوه مرة أخرى ومرة أخرى. ما عرفت لو أنت تقدر تجاوب على كل ده يا أستاذ محمد. هو الكلام واضح صراحة، مش محتاج يعني محتاج. ماشي. وفي الإعادة إفادة. ماشي. خلاص أنا أقرأ كل فقرة وأعلق عليها سريعا كده. اتفضل. افتح الكتاب. تمام. خليني ارجع للاخر كده ونرجع من الاول السؤال يعني، بس السؤال انسابع يعني، خلينا في الاجابه. بقول له فكر ان في امكانيه حدوث معجزه الان. انت كل المشكله ان الاجابه موجوده، ايه اللي بيخليك انت تعتقد انك لا تحصل على اجابه من الله او من خلقه؟ لك انت ما انت شايف الاجابه. بقول لك افتح عينيك وهتشوفها، يعني اسال اي سؤال كده وافتح عينيك، فتح عقلك وهتشوفه. خدت بالك؟ افتح قلبك وهتشعر بالاجابه جواك، لان الاله بيتواصل معك بطرق كثيره وبيستخدم كل ما حولك لكي يوصل لك الاجابه اللي هو وضعها بالفعل، لانه قال حتى قبل ان تساله ساكون قد اجبت. لما تدعي وانت عندك يقين او معرفه مطلقه، فسوف تدرك ان مسالتك قد اجيبت بالفعل. هتعرف ان اصلا طلبك اجيب قبل ان تسال اساسا، بس تبقى انت عارف عمليه الطلب وازاي ترى الاجابه. وده احنا شرحناه في الكتاب الاول في حلقه الصلاه والدعاء، تمام. لكن لو دعوت وانت يائس، يعني انت اصلا بتدعو كده مجرد كلام بتقوله، تمام، فسوف أكون هناك واقفا بجوارك، لكن يأسك قد يعميك ويحجب عنك رؤيتي. ما تشوفش رؤية الله لأنك أنت يائس، اهتزازك منخفض. خدت بالك؟ أقول بيقولوا إن ما فيش أي حاجة أنت عملتها يعني سيئة قوي، ما فيش شيء من اللي أنت تسببت في حدوثه غير قابل للإصلاح. كل شيء ممكن يتصلح، كل جرح ممكن يشفى، بمقدور الإله أن يشفيك ويجعلك كاملا مكتملا مرة أخرى، ولا سوف يفعل. فقط ادعوه بإيمان مطلق، بمعرفة يقينية، وأنت واثق أن الإجابة موجودة بالفعل حتى قبل أن تسأل. ولتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك، تقول أنا فاشل، أنا مش عارف مسيء، أنا أستاهل، وأنا حظي وحش. انت الشخص الوحيد اللي بيحكم على نفسك، عليك، محدش بيحكم عليك.
ممكن الآخرين يحكموا عليك من خلال مظهرك الشكل، لأنهم مش شايفينك على حقيقتك، لا يعلمون من تكون حقا. لذلك لا تعطي أحكامهم قيمة، لا تعطيها بالا، لا تحملها على عاتقك وتأخذها على نفسك. لما حد يقول لك ده أنت فاشل، ده أنت، ده أنت، لا تأخذ هذا الكلام وتحمله على نفسك، لأنهم كلامهم ده باطل، لأنهم لا يرونك على حقيقتك. لكن الإله ينظر إليك بأعين مختلفة تماما، ينظر إليك بأعين الحب. وعندما ينظر إليك ليس لديه سوى فكرة واحدة: هذا حبيبي الذي أصر بكوني فيه، لأن الإله فيك بداخلك. الموضوع ده يشبه آية في الإنجيل على فكرة. نعم، أقول لا حاجة للغفران في ملكوت الإله، يعني الإله مش محتاج أن هو يغفر لك. هيغفر لك على إيه إذا كان لا يمكن الإساءة إليه من الأساس بأي حال من الأحوال؟ فعلى ماذا سيغفر؟ قول له ما فيش غير سؤال واحد في الكون كله، لا يهم سوى سؤال واحد في الكون كله، وهذا السؤال ليس لا علاقة له بالإدانة أو البراءة، بل بهويتك، من تكون حقا. لو أنت لما الإنسان بيبدأ يدرك من يكون حقا، يدرك حقيقته الروحية كلها، خلاص لا يشعر بالعزلة، بالعكس ده بيشعر بالونس، حتى لو هو عايش لوحده في وسط الصحراء. كل أفكار عدم الجدارة وعدم الاستحقاق بتختفي، بيعرف أنه كائن إلهي مستحق. يتحول كل الأسى واليأس إلى إدراك للمعجزة، حياتك دي معجزة وإنت نفسك معجزة. وأخيرا بيقولوا أنت في هذه اللحظة ما انتش لوحدك، أنت محاط بآلاف الملائكة، مرشدين روحيين وأرواح عليا بتساعدك. ها؟ بس أنت اقبل الرعاية، يعني كن منفتح لاستقبال الدعم والإرشاد، ثم لما تستقبل مرر هذا الشفاء للآخرين، مرر هذا الوعي للآخرين. ليه؟ لأنه في العطاء ستتلقى، وفي منح الشفاء ستشفى. أنت لما تساعد الآخرين على الشفاء أنت بتشفى، لما تساعد الآخرين على التذكر أنت بتتذكر. قول له فاذهب واصنع معجزاتك، واجعل لحظة موتك لحظة خلق عظيمة، وليست لحظة هروب أو لحظة حزن. استقبل الموت بحب وسلام، لأنك أنت لما تعرف بقى أن أنت خلاص النهاية قربت، عندك شعور بده وحس أن أنت أكملت تجربتك، وأنك أنت هتروح حياة جديدة، هتبقى فرحان بالموت، حبه لأنه جاي في وقته، الروح مختاراه، مش عندك بقى خوف ولا حزن. استخدمه كأداة للخلق، انك تعيد خلق نفسك من جديد، وليس كأداة للتدمير، انك تدمر نفسك. أداة للمضي قدما، تطور، تكبر، تتطور، مش ترجع ورا مرة تانية وتعيد القرارات مرة تانية. بهذا الخيار ستكون قد كرمت الحياة نفسها، لأنك أنت الحياة نفسها، وسمحت لها بأن تجلب لك أعظم أحلامك. حياة هتزيلك بقى وجيب لك أحلامك الجميلة اللي أنت نفسك فيها، حتى وانت عايش بجسدك بدون ما تتركه. ولسوف يحل السلام في ربوع روحك أخيرا، وحياتك هتتغير وتبدأ تعيش حياتك من أول وجديد دون أن تموت. تبدأ من جديد، تغير أفكارك اللي فيها يأس دي كلها، خدت بالك، تبعد عن هؤلاء الأشخاص اللي بيأذوك وبيحكموا عليك، وتبدأ تعيد حياتك دون أن تموت، تطور نفسك وانت عايش، حياة موجودة، ما تخافش من شيء، تمام؟ وخلي التجربة تكتمل، ما تهربش من التحديات، واعلم أن الإله دايما معاك وبيساعدك، وفي أرواح عليا وملائكة بترشدك، وما انتش لوحدك أبدا في هذا العالم. في قناة الأستاذ محمد موجود حلقة عن الصلاة، مهم جدا تروح هناك وتشوف الحلقة دي، وأنا هنقرأ السطر ده بس مش هنقرأ الإجابة، بس شوفوا النيل بيقول أنا ممتن للغاية على هذه الكلمات الرائعة، وفعلا كلمات رائعة، آمل وأدعو الإله أن يسمعهم كل شخص يتألم.
دي حاجة رائعة. أنا مش هكمل، هي دي زي ما احنا وعدنا، خاصة ساعة واربعة وعشرين دقيقة تقريبا، ساعة ونص. بجد شيء الحلقة دي حلقة دسمة، حلقة قوية. أي شخص أنت تعرفه بيفكر في أي فكرة مجنونة، اهدي الحلقة دي وقول له شوفها الأول فكر. وأول ما أنت تبتدي تفكر في الخالق عز وجل وتفتح قلبك كده، مهما كان الدنيا مظلمة بالنسبة لك هتبتدي تفتح. لأنك فكر أنت بس، ادعي بإخلاص وانظر حواليك بجد، يعني افتح عينك افتح قلبك كده، هتلاقي الحاجة تتحل. اطلب المساعدة من الناس اللي حواليك، لأن اللي ممكن يكون جنبك ده أخوك أختك صديقك، ممكن يكون هو الملاك اللي اتولد عشان يراعيك، واخد بالك؟ فلذلك احنا ساعات بنهمل دي وبنبدأ حاملين المشاكل على عاتقنا لوحدنا. ما تحملش المشاكل، في عندك إله، عندك ملائكة، وفي عندك ملائكة مولودين معاك عشان ياخدوا بالك، وانت ملاك ايضا عشان تاخد بالك من الاخرين. تشوف جمال الموضوع ازاي. الحياة جميلة، مش المفروض اي شخص يفكر ان هو يتخلص من حياته ابدا، مهما كانت الظروف، مهما كانت الشدائد، ولا تسمح لنفسك ان انت تجعل شخص ييأس من حياته لدرجة انه يشيل حياته، لان انت هتشيل العقاب ده او العقبة دي. لما تجعل واحد يتخلص من حياته بسبب الافتراء، بسبب الظلم اللي انت بتسببه للاخرين، هتتحمل يا جميل عاقبة الشخص ده اكتر من هو يتحمل عاقبة نفسه. ولو انت مظلوم واجه الظلم، ما تخافش، عندك مشاكل واجهها، ما تخافش، وهكذا. اخر الحلقة اشكركم جدا جدا، محدش طلب لا لايك ولا شير ولا فلوس ولا اي حاجة، كل شيء مجانا هو. هنسيب لكم دلوقتي في ختام الحلقة جزء من مقدمة الأستاذ محمد في قناته، وبس نسيب الأستاذ محمد الأول يختم الحلقة وبعدين نحط الختامة. أشكركم جزيلا وإلى اللقاء، سلام سلام. فضل الأستاذ محمد. شكرا أخويا أستاذ مصطفى، شكرا لكل المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع، وياريت نهدي الكلام ده لكل إنسان بيفكر في القيام بهذا العمل، مهم جدا. حلقة النهاردة من أهم الحلقات يا أستاذ مصطفى، وأعتقد أنها تفيد ناس كتير إذا استمعوا بحق. شكرا ليك والمتابعين، ونلتقي في حلقة قديمة بالمشيئة. نمستي. عرفش ليه اللي ما اشتغلتش يعني. طب ننهي الحلقة، شكرا جزيلا، سلام سلام.